خلال الفترات الأخيرة الماضية انتشرت العديد من الأخبار حول أضرار السجائر الإلكترونية على الرئتين، فما هي حقيقة الأمر؟ أصيب مئات الأشخاص بمشاكل خطيرة وحادة في الرئتين في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ربطت باستخدام السجائر الإلكترونية. إلى جانب ذلك، فقد توفي حوالي 4 أشخاص نتيجة الإصابة بهذه المشاكل أيضا، وذلك وفقا لخبراء صحة أمريكيين معظمهم من الشباب. إليك أهم التفاصيل حول هذا الأمر. تجدر الإشارة إلى أن جميع الأشخاص الذين يقومون باستخدام السجائر الإلكترونية يقعون ضمن دائرة فئة الخطر للإصابة بأمراض الرئة المرتبطة بهذه السجائر. بالتالي ناشد مركز الغذاء والدواء الأمريكي الجميع بمحاولة تجنب استخدام هذه السجائر الإلكترونية وضرورة الابتعاد عن شرائها من مصادر مجهولة. وفي تقرير نشر في المجلة العلمية The New England Journal of Medicine، وجد أن 17% من المصابين قاموا باستخدام السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين، وفئة أخرى استخدم السجائر التي تحتوي على مادة تدعى THC. للأسف، فإن الخطر في استخدام السجائر الإلكترونية يكمن بعدم معرفة وفهم المواد الكيميائية الموجودة في هذه السجائر وتأثيرها على الإنسان على المدى الطويل. هناك بعض الأعراض التي من شأنها أن ترافق استخدام السجائر الإلكترونية، والتي تشمل التعب، الغثيان والقيء، السعال، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وضيق في النفس يتفاقم مع الوقت. ومع تشخيص وفحص الحالات المصابة، وجد أن ضرر الرئتان مشابه لذلك الناتج عن الإصابة بفيروس أو بكتيريا رئوية، لكن دون وجود مسبب مرض. وأكد مختصين في الصحة في أمريكا أنه من الضروري التوقف عن استخدام هذه السجائر الإلكترونية إلى حين تحديد المسبب للمرض الناتج عنها، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة الأشخاص وصحتهم. لذا ننصح الجميع بالتوقف عن التدخين سواء للسجائر العادية أو الإلكترونية.